جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها مستمع يقول ألف با جيم. أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها سؤال يقول فيه: على من تطلق كلمة كافر؟ تطلق كلمة كافر على من كفر بالله سبحانه وتعالى بقول أو فعل أو اعتقاد. من ارتكب مكفرا يخرجه من الملة فإنه يطلق عليه أنه كافر. فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله عن استغاثة بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يعتبر كفرا وشركا بالله عز وجل. والكافر على نوعين: كافر أصلي وهو من عاش على الكفر من أصله، وكافر مرتد وهو من دخل في الإسلام ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإنه يعتبر كافرا مرتدا. نعم، جزاكم الله خيرا.